اتفضلي. شكرا لحضرتك. اتفضل. شكرا. معلش يا هانم، احتاج التوقيع مرة تانية لأن الفورمة المرة دي مختلفة. خلي التوقيع زي كل مرة. أوكي. أنا أهم حاجة عندي إن الإجراءات تكون سليمة، أهم حاجة. اتفضل. كده يا تمام. الفلوس في حسابكم دلوقتي وتقدروا تتصرفوا فيها بمعرفتكم. يعني خلاص؟ خلاص يعني. أنا كنت فاكرة الموضوع أصعب من كده بكتير. هو في الحقيقة أصعب، لكن علاقات مروان بي بسم الله ما شاء الله، محدش كبير في البلد وما كلمنيش. وبعدين حضراتكم فوق مستوى الشبهات، والد حضرتك كان بيتعامل مع البنك ده من 30 سنة. أتمنى لكم النجاح في مشروعكم الجديد وفي أي حاجة بالنسبة للاقتصاد أو السوق النقدي. أنا طلعت البرامج قبل كده كتير، يعني عندي خبرة. عظيم، إن شاء الله حضرتك تشرفنا وتفيدنا بخبرتك. إن شاء الله. شرفت يا مروان بيه. شكرا ليك. شرفت يا هانم. ميرسي، أهلا بك. يا ألف مبروك يا رئيسة مجلس الإدارة. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. إيه ده؟ في إيه خير؟ أنا بحبك أوي.
ألف مبروك. ربنا يبارك فيك يا بابي ويخليك لي يا حبيبي. عقبال مليون سنة. ميرسي يا بابي. أنا لي عندك طلب صغير. أنت تأمرني يا روحي. نفسي أقدم برنامج في القناة. هتقدم برنامج إيه يا بابي؟ برنامج في أكتر حاجة أفهم فيها في الدنيا دي. اللي هي إيه يعني؟ الستات. سامعوش! اسكت يا جدع أنت وهو، خلينا نقف نتكلم مع البنشر. كفارة يا كوريا. أنا قلت أسيبك اليومين دول عشان عارف إنك أنت خارجة من ظروف لا مؤاخذة وما يصحش، لكن أنت برضو طبعاً عارفة إن عليك فلوس تنكيس البيت اللي لمك أنت وخالتك من بعد أمك الله يرحمها. جرايا سلومة، لا وقته ولا أدانه يا أخوي، اتوكل على الله دلوقتي عشان مش ميعادك ده. لا وقته ولا أدانه يا كوريا. آه، لما أمك ودت من بعديها كل واحدة فيكم عاملة نفسها بتكح جير، ولا يجي صرف على المحل ومكلفاه، يبقى يا فلوس تجيني وقتي يا تزقوا عجلك انت وخالتك من البيت. وانت ما تعرفش لما تلاقي رجاله واقفه تتكلم معاها، ولا انت مش بيمشيه غير الحريم؟ وانا لو شفت رجاله بيقدروا يحكموا على نسوانهم كنت كلمتهم، لكن دورت ما لقيتش، مفيش بح. لا انت بس ما دورتش كويس. انما انا ضربت الطور ده ازاي؟ عصب يا هيمة، عصب. بقولك انت عامل دوشه ليه؟ ها؟ كفايه. لا ده لسه في تل. انا هيمة والنبي، لا في دماغك تقيله عليا كوري. والنبي هيمة عشان خاطر، طب بالراحه تضربه. طب بص امسكيه كده، يلا يلا. بسم الله. بالشفا ان شاء الله. ايه الدماغ الفل؟